الموسم الخامس عبقرية المدارس ومباراة كاس أفضل لاعب، وهفكركم بالنتيجة. محمود محمد 30، مريم عصام لسه ما عندهاش نقط، جورج إلهامي 40، محمود أشرف 20، محمد صبحي 30، محمد بسوني 40، منة الرحمن 30، وصامويل ظريف 30. ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. ضربات الجزاء في حلقة النهاردة مختلفة، هيبقى معايا اتنين، واللي هيحرز هدفين هياخد 15 نقطة. هنطلع الكور ونشوف أول اتنين معايا هيبقوا مين. وأول واحد صامويل ظريف. اتفضل يا صامويل وهنشوف مين مع صامويل. اتفضل يا صامويل وهنشوف مين معاه. محمد صبحي من نفس الناحية الاثنين، صامويل وصبحي، صبحي وصامويل. ايه رأيكم في الماتش ده؟ صعب. حلو صعب بس حلو. حلو يعني النتائج كلها قريبة. هنخلط الورق ونشوف أول هدف لمين. جغرافيا، والسؤال هو على أي مسطح مائي تطل السنغال؟ المحيط الهندي. المحيط الهندي. عندك إجابة تانية؟ أنا شاكك. شاكك. المحيط الهندي إجابة خاطئة. شكك هيروح لفين؟ المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي هو صح؟ تقريبا. هو في الغالب يعني أقول له إجابة صحيحة؟ لا مش هقول له إجابة صحيحة، هقول له الهدف الأول. الهدف الأول، هدف المحيط الأطلنطي هي الإجابة الصحيحة، وكده الهدف الأول لصبحي. صامويل عندك فرصة تتعادل، يا إما صبحي هتاخد 15 نقطة. هنشوف قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية، 2 في 2 في 3 زائد 300 على 3 يساوي كام؟ إجابتك 112. بعد 3 ثواني الهدف الثاني. 112 الإجابة الصحيحة، وبكده محمد صبحي حصل على 15 نقطة. محمد صبحي 45. تاني اتنين معايا، هنشوف مين. أول حد مريم عصام. ومريم معاها محمد بسوني. تشجعني أصلا مريم تهز جبال. تعالى تعالى بسوني بقى. يمين شمال مريم تهز جبال. تعالى تعالى. تمام بسوني الجبال عندي هنا. تعالى بجد والله. ايوه الجبال عندي هنا، تخيل دي الجبال اللي هنا. يمين شمال مريم تهز جبال اهو مشجعك وهو واقف قدامك. تمام جاهز للجبال؟ جاهز. تمام. قبل ما نسأل السؤال انا عايز افرجك حاجة. بص على الشاشة كده. انا فرحانة قوي قوي ان محمد وصل لافضل لاعب في العباقرة، وفرحانة قوي عشان هو هياخد الكاس. انا طلبتها من ربنا وربنا اعطاها لي، والله ربنا اعطاها لي، طلبتها منه والله. يا رب يا رب تنجح يا محمد، يا رب تنجح يا محمد، يا رب تنجح يا بيش واحلى بيش في السنة. يا رب انا المرضي يا رب. يا رب انا المرضي يا رب. أنا بحيي جدة بسوني وبتمنى لها كل التوفيق، وإن شاء الله هتفرح بابنها وهو بيرفع الكاس. محمد بسوني حصل على لقب الطالب المثالي للعباقرة.
مبروك يا سوني، مبروك يا عبد الف، مبروك مبروك يا حضرتك. خلي بالك يا سوني، انت ممكن النهارده ترفع كاسين محدش عارف بقى. معاك كاس الطالب المثالي هترفعه باذن الله في المباراه النهائيه، واحتمال تقدر ترفع معاه كمان كاس افضل لاعب محدش عارف. هنركز في الماتش ونشوف هيحصل ايه. جاهزه يا مريم؟ بتعيطي ليه يا مريم؟ مش عارف ليه يا مريم العياط ده بالابتسامه الحلوه دي. مريم عصام اجمل اسم. اول هدف وهنشوف هيروح لمين. معلومات عامه، والسؤال هو ما هي اول دوله عربيه تستخدم طوابع البريد؟ اسمه ده كانت ايه يا ربي؟ ما تتسكت ليه؟ كانت ايه اسمه ده؟ بسوني اجابه خاطئه. عندك اجابه؟ مصر. مصر الهدف الاول. مصر هي الاجابه الصحيحه. اول هدف يا مريم. وبسوني معهوش اهداف. هنشوف السؤال اللي جاي في ايه. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية. 22 على 2 زائد 44 على 4 زائد 66 على 6 يساوي كام؟ 33. 33 اكيد. قبل ما تكمل انت الهدف الاول. 33 الهدف الاول لمحمد بسيون. تعادل. هنشوف الهدف الثاني والاخير لمين. تاريخ، والسؤال هو من هو القائد الاسلامي الذي فتح الاندلس؟ طارق بن زياد. طارق بن زياد الهدف الثاني. طارق بن زياد الهدف الثاني. برافو يا مريم، رجعت مريم ب 15 نقطة. برافو يا مريم. حسيت طبعا بخوف لان بسيوني قوي ما شاء الله عليه، وبعدين كان معي نقط كتير مش فاكره كام. حاولت على قد ما اقدر ان انا اخطفهم منه بحيث ان انا يعني حتى يرجع لي الامل تاني ان انا اقدر اكمل في الماتش. بصراحه انا كنت عايز مريم تكسب عشان ما تبقاش هي الوحيده يعني اللي ما عندهاش نقط فينا، والحمد لله يعني ربنا وفقها وخدت ال 15 نقطه. ودلوقتي محمود محمد اتفضل هيقابل محمود اشرف. واحد لواحد، واحد لواحد وتاني دلوقتي اتفضلوا تاني مره. محمود ومحمود ومحمود راح يجيب ورقه. تمام. محمود ومحمود و15 نقطه وهدفين. نخلط الورق هنشوف الهدف الاول لمين. تاريخ، والسؤال هو ما هي الدولة التي انفصلت عن الصين عام 1949؟ تايوان. تايوان. تايوان الهدف الأول. تايوان هي الإجابة الصحيحة. محمود محمد أحرز الهدف الأول. محمود أشرف يا تتعادل يا محمود محمد هيرجع ب 15 نقطة. هنشوف قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية. 53 زائد 54 زائد 55 في 4 على 2 يساوي كام؟ 217. 217 الهدف الأول. محمود أشرف برافو عليك يا محمود، هدف مقابل هدف. ووالدتك بتحييك من كرسي الاحتياطي وبنرحب بيها ومشرفانا في الاستوديو. هدف مقابل هدف. يا الهدف الثاني لمحمود يا الهدف الثاني لمحمود. هنشوف
هدف المحمود المهم. رياضة. والسؤال هو ما هو أول فريق يفوز بالدوري الأسباني؟ ريال مدريد. ريال مدريد إجابة خاطئة. خمن مش في الرياضة. برشلونة. برشلونة الهدف الثاني. برشلونة هي الإجابة الصحيحة. محمود محمد رجع ب 15 نقطة وكده محمود محمد 45. انت عارف المشكلة ايه يا محمود؟ الحقيقة لما حد هيقول في السؤال ده إجابة غلط الإجابة الثانية معروفة. هارد لك. ودلوقتي آخر اتنين مش محتاجين نفتح الكور، اتفضلوا جورج الهامي ومنة الرحمن أحمد. آخر اتنين في فقرة ضربات الجزاء وروح رياضية، وهنشوف مين اللي هيخطف ال 15 نقطة دول. هنشوف الهدف الأول لمين. علوم. والسؤال هو كم عدد الغازات النبيلة في الجدول الدوري للعناصر؟ كم عدد الغازات النبيلة في الجدول الدوري للعناصر؟ خمسة. خمسة؟ إجابة خاطئة. ستة. ستة؟ الهدف الأول. ستة الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا جورج. جورج أحرز الهدف الأول. يا الهدف الثاني لجورج ب 15 نقطة. معاك كم نقطة يا جورج؟ 40. 40. يبقى جورج هيبقى 55، وفي الحالة دي هتتقدم عليهم كلهم. يا إما منا تتعادل وتكمل المشوار. هنشوف. معلومات عامة. والسؤال هو ما اسم أول رحلة فضاء صعدت القمر؟ أول رحلة فضاء. أبولو 8. أبولو 8. أبولو 8. إجابة خاطئة. جورج. أبولو 11. جورج. أبولو 11. إجابة صحيحة. برافو عليك يا جورج. أبولو 11 الإجابة الصحيحة ب 15 نقطة. وبكده جورج الهامي 55. العب يا منا، عايزين القمة. منا مالك مخضوضة ليه؟ مالك؟ ما حصلش حاجة منا خالص. عارفة السؤال ايه؟ معلش معلش هارد لك، مفيش مشكلة، مش مفروض نزعل. معلش. وبكده النتيجة محمود محمد 45، مريم عصام 15، جورج الهامي 55، محمود أشرف 20، محمد صبحي 45، محمد بسوني 40، منة الرحمن 30، وصامويل ظريف 30. من أحلى الماتشات اللي اتلعبت على كأس أفضل لاعب في المواسم اللي فاتت بالكامل. انا انبسطت جدا ان انا شفت تيتا، وكنت شجعت ان انا اكمل الماتش باقوى كمان. ان شاء الله خير. الصراحه ما كنتش قلقان قوي، بس برضه كنت واخد حذري عشان الماتش كان صعب. يعني مش حاسه ان في حد لسه قريب يفوز. ما اعتقدش ان الماتش هرب مني، ولسه في امل. المباراه لسه في الملعب، ان سؤال ب 20 نقطه هيغير نتيجه الماتش. انا مطمن نسبيا ان انا منعد من وسط الثمانيه دول، لان انا جايب على سكور في الحلقات اللي فاتت 260 نقطه. الماتش لسه في الملعب، اقل سؤال ب 20 نقطه هرجع للمباراه. اكيد بعد ما خسرت 15 نقطه دول لقيت متوتر اكتر، بس ان شاء الله اقدر اعمل حاجه في الفقره بتاعت الحظ. اللعبه معتمده على الحظ، وكان عندي اجابات كتير بس اتخطفت وعادي، يعني لازم نتقبل عادي. هنشوف عاده الحظ والاربع اسئله هيودونا لفين، ومين اللي هيرفع كاس افضل لاعب الموسم الخامس. لسه اللقب ما اتحسمش.
ليه؟ لأن عندنا فقرة فيها نقط كتير جدا هي اللي هتحدد مين اللي هيرفع كاس أفضل لاعب للموسم الخامس. فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. عجلة الحظ هيبقى عندنا أربع أسئلة. هنشوف مين اللي هيلف عجلة الحظ أول واحد. أستاذ رائف ثروت، تفضل يا فندم. من مدرسة السلام سوهاج، تفضل يا فندم. شكرا أستاذ رائف. أستاذ رائف من مدرسة السلام الخاصة بسوهاج. السؤال الأول بعشرين نقطة، موضوعه قدرات ذهنية. سؤال بعشرين نقطة في القدرات الذهنية ليكم انتوا التمانية. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 80 في 30 زائد 80 ناقص 30 زائد 50 يساوي كام؟ بسيوني إجابتك. 2500. 2500 إجابة صحيحة. 2500 بعشرين نقطة إجابة صحيحة، وبكده محمد بسيوني 60 نقطة، محمد صبحي 45، منة الرحمن 30، صامويل ظريف 30، محمود أشرف 20، 55 جورج إلهامي، مريم عصام 15، محمود محمد 45. ودلوقتي السؤال الثاني، السؤال الثاني أستاذة نورة أحمد، تفضلي. والدة محمود أشرف، تفضلي حضرتك. شكرا. السؤال الثاني هنشوف موضوعه ايه. أدب. سؤال في الأدب. تمام، سؤال في الأدب بعشرين نقطة، أدب، والسؤال هو كم عدد الرحلات في رواية جاليفرز ترافلز؟ محمود محمد. 2. إجابة خاطئة. محمود محمد خرج بره. دلوقتي انتوا السبعة استعدوا، الفرصة الثانية. منة الرحمن. 3. إجابة خاطئة. الفرصة الثالثة، يا بزائد 20 يا بناقص 10. الفرصة الثالثة. الإجابة الصحيحة 4. دلوقتي السؤال الثالث، أستاذة سهام زكي، تفضلي. السؤال، شكرا. السؤال الثالث هنشوف موضوعه ايه. قدرات ذهنية. سؤال في القدرات الذهنية بعشرين نقطة، قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 96 في 70 ناقص 80 على 2 يساوي كام؟ صبحي إجابتك. 432. صبحي إجابة خاطئة. الفرصة الثانية منا. 1080. 1080 إجابة خاطئة. الفرصة الثالثة مريم إجابتك. 300 و مريم. ثواني. 300. ماشي خلاص مريم.
إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 6680. وبكده مريم عصام بقيتي 5 نقط. إيه ده؟ ليه؟ علشان الفرصة التالتة بناقص 10 أو بزائد 20. الحمد لله. ودلوقتي آخر سؤال، واللي هيحدد مين اللي ممكن يوصل ويكسب كأس العباقرة الموسم الخامس. أستاذة سلوى صالح، تفضلي يا أستاذة. السؤال الرابع والأخير، تفضلي حضرتك. شكرا. جغرافيا وتاريخ، سؤال في الجغرافيا والتاريخ بـ 20 نقطة. هنقول النتائج علشان نعرف مين اللي عنده فرصة بالـ 20 نقطة انه يعدي محمد بسيوني. محمد بسيوني انت في المقدمة، ولغاية اللحظة دي انت معاك كاسين، كاس الطالب المثالي ولقب افضل لاعب، دي دعوات جدتك. مين هينافس محمد بسيوني؟ محمد صبحي. معاك كم نقطة؟ 45. 45، عندك فرصة انك تخطف 20 نقطة. يب. ومحمود محمد معاك كم نقطة؟ 45. 45، عندك فرصة تحصل على اللقب للموسم الخامس. وكمان جورج الهامي معاك كم نقطة؟ 55. 55، انت كمان عندك فرصة. تمام؟ السؤال اللي جاي ليكم انتوا التمانية، والمنافسة ما بين 4 طلاب. تاريخ، والسؤال هو ما هما الدولتان اللاتي قام بينهما الاتحاد الهاشمي عام 1958؟ محمود، مصر وسوريا. مصر وسوريا، إجابة خاطئة. هقول سؤال تاني، ما هما الدولتان اللاتي قام بينهما الاتحاد الهاشمي عام 1958؟ الفرصة التانية محمد صبحي. العراق وسوريا. العراق وسوريا، إجابة خاطئة. مفيش غير فرصة واحدة عند جورج، الوحيد اللي ممكن يخطف العشرين نقطة دول. الفرصة التالتة، جورج، بص يا جورج، لو قلت الدولتين صح هتحصل على اللقب، قلتهم غلط بسيوني كسب كاسين. جورج، إجابتك. المغرب والجزائر. الاتحاد الهاشمي المغرب والجزائر، جورج، إجابة خاطئة. ألف مبروك محمد بسيوني، عندك بسيوني، عندك بسيوني إجابة للسؤال ده؟ هو أكيد أحد، طالما الاتحاد الهاشمي بأحد أطرافه الأردن. الأردن وسوريا ممكن مثلا. الأردن ومين؟ الأردن سوريا. سوريا هي الإجابة الصحيحة، العراق والأردن. ألف مبروك محمد بسيوني بستين نقطة، حصلت على لقب، حصلت على لقب أفضل لاعب، وحصلت على لقب الطالب المثالي في الموسم الخامس، لقبين أول مرة تحصل على مدار المواسم بالكامل. محمد بسيوني ألف مبروك. كده يبقى إجمال النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 280 نقطة، وكل نقطة ب 20,000 جنيه، بما يساوي 5,600,000 جنيه. يبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 42,105,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. محمد بسيوني ألف مبروك، كاس أفضل لاعب وكاس الطالب المثالي، وإلى اللقاء وحلقة جديدة
وأخيرة مع العباقرة. أنا فرحان جدا إن أنا هروح لتيتا النهاردة بالكاسين ويعني وأنا كان حلمي أنا هو بس إن أرجع لها بكاس واحد، والحمد لله ربنا كرمني وهرجع لها بالكاسين. أنا مبسوطة بالتجربة وإن أنا جيت وحضرت برنامج حلقة زي دي أصلا، والبرنامج زي ده. أنا فخور طبعا إن أنا كنت بلعب في حلقة بيست بلاير، والحمد لله طبعا على النتيجة، وإن شاء الله دي تجربة ممكن تتكرر كتير بعد كده.